مهما كانت. فمعايا النهارده المدربه المحترفه المعتمده هند عبد الفتاح، وعضو المؤسسه العربيه الكنديه للمدرب المحترف، وبرحب بيكي ومنوراني في البيت. اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا هند، اهلا عامله ايه؟ وسهلا، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي بقى كده، عايزين نبدا الاول نتكلم كده ازاي الواحد ممكن يبقى واثق من نفسه. والله يعني هو ربنا خلقنا على الفطرة، كل حاجة موجودة فينا حلوة قوي. يعني الطفل لما بيجي يقرب للنار ما بيبقاش عارف بقى انه ده فيه خطورة او كده، بيقرب بثقة. المحيط الخارجي هو اللي بيخلي الواحد فينا يتأثر، بس بقى يعني من نعمة ربنا ان في حد يقدر يحافظ على ثقته بنفسه، وان المسائل دي ممكن تتنمى فعلا. ده دور التنمية البشرية، انه دلوقتي انا ابص للحاجات الحلوة اللي انا عملتها، ودايما ما احطش على نفسي اعتقاد ان انا ما اقدرش. طب ليه ما اقدرش؟ طب ما في ناس كتير قوي غيري عملوا. يعني انا مثلا في اي حاجه بعملها بفتكر اللي سبقوني ما كانش عندهم نفس الامكانيات. يعني سبحان الله، كمان يعني هيلين كيلر ما كانتش لا بتقدر تشوف ولا تسمع، ومع ذلك يعني ما شاء الله يعني علمت الاسوياء. فالواحد ممكن يقتدي بغيره، وممكن يحافظ قوي على الإنجازات اللي عملها، أو إذا كان لسه في طريق حياته يقتدي بالناس الإيجابيين. يعني لازم الواحد يفضل ايجابي شويه، بالظبط. بس غصبا عنا يعني ممكن تبقي عارفه تخشي في مود انا لا انا هقدر وانا هعمل وانا هعمل، تلاقي الناس اللي حواليكي بيحبطوكي او بيبوظوا يعني بيدمروا ثقتك بنفسك. ازاي الواحد يفضل مواصب ان هو لا انا هفضل اعمل كده مهما الناس حاولوا انا هعمل ده؟ ما هو انا افضل اقول لنفسي، يعني هو يعني اللي بيقول مثلا الحكايه دي صعبه، صعبه من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر الشخص اللي بيتكلم. لكن انا بالنسبه لي لازم اعرف كويس قوي انها مش صعبه بالنسبه لي. لازم احط الكلمه دي في حد ذاتها تحدي. اللي يقول لي ده صعب اقول له لا، صعب بالنسبه لك انت. وهو ده اللي كنت بعمله دايما في اي حاجه بفكر ان انا يعني اي خطوة بتمنى أعملها، كنت دايما بحط في بالي إنه حد قال لي صعب أقول صعب بالنسبة لمين؟ مش بالنسبة لنا، بالنسبة للشخص اللي شايفها صعبة. لو هو كان جرب، لو درس زي ما أنا درست، مش ممكن كان هيشوفها صعبة. اوكي، طب قولي لي دلوقتي الثقة تبقى ثقة بالنفس وثقة بغيري، طبعا ازاي انا ممكن اشوف حد واديله ثقتي او اثق فيه او احس ان هو ده اللي ممكن اثق فيه؟ دي بتيجي بالعشرة، بالمواقف. ما هو يعني أنا عموما يعني مش عندي شك في الآخرين، هو شوية بس يعني حرص، يعني مش ما يبقاش الواحد تلقائي زيادة عن اللزوم. يعني أنا مثلا ماشية حريصة على الحاجة اللي معايا، إن أنا مثلا ما اتحطش في موقف إن حد يعني يسرقها أو كده. هل معنى كده إن أنا بشك في الناس؟ لا، أنا بعمل اللي عليا. فكرة الثقة في الاحتياطي. الاحتياط. أي. يعني ما بقاش مثلا سايب كل حاجة بشكل تلقائي. أما بقى الثقة إن أنا أختار مثلا أصدقائي اللي أثق فيهم، لا، دي بتيجي بالخبرة. يعني أنا عاشرت ناس وأعرف مواقفهم دي جاية إزاي، بيتصرفوا إزاي، عملوا معايا أكتر من موقف. يعني الحياة هي اللي بتبين. مش يعني أنا ما أقدرش أقول أنا هثق في حد لمجرد إنه شكله باين عليه ثقة. لا، لازم المواقف هي اللي تحكم. لازم الموقف، لازم نتحط في مواقف ونشوف ونجرب، وساعات غصب عنا هنقع. بالظبط. بس مش معنى ان احنا وقعنا ان احنا خلاص الحياة وقفت، لا، نقف تاني، صح؟ لا، ما هي ال 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 الاخفاقات دي هي اللي بتبقى اول سلمة في النجاح. يعني دلوقتي مثلا انا مريت بتجربة مش تمام، يعني نتيجة مش راضية عنها، هي دي اللي هتعلمني في المستقبل ان انا لما اتحط في نفس الموقف ما اعملش نفس الغلطة. اوكي، طيب ازاي مثلا لو عندنا اي مشكله مهما كانت حجمها، لان ساعات بيبقى مشكله صغيره ومشكلات تبقى كبيره بالظبط وما نعرفش نحلها، ازاي ممكن نقدر نحل اي مشكله واجهتنا باي طريقه باي حجم؟ ازاي نعرف نحلها وما نخشش او يعني نخشش في مشاكل اكتر منها؟ والله هو يعني الواحد لما يعني العقل اللي فكر في المشكلة ما يقدرش يفكر في الحل؟ أكيد بيفكر. وعلى فكرة كل مشكلة لو الواحد حط نفسه، يعني مثلا أنا دلوقتي خرجت نفسي بره المشكلة واتكلمت مع نفسي وقلت أنا طرف ثالث، أنا حد بيحكي لي. يعني مثلا ممكن يكون حد واقع في نفس مشكلتي وأنا شايفاها صعبة قوي، يجي حد يحكي لي أقوم قايله له الحل.
فالاحسن ان انا اعمل كده مع نفسي، اخلي نفسي انا طرف ثالث، يعني انا مش في المشكله، انا بحكي لنفسي اهو. طب انا احلها ازاي؟ هلاقي الحل على فكره. حصل يعني مثلا اقول لحضرتك انه اول ما اتخرجت من قسم فلسفه، انا دخلت قسم انجليزي قعدت فيه سنتين. قبل ما ادخل القسم خالص كانت واجهتني صعوبه في انه التعليم المفتوح مكلف، فازاي اقدر احل المشكله دي؟ يعني فضلت افكر، يعني استعين بحد حواليا بالجمعيات، ومش كل الناس بتتقبل الفكره. يعني على فكره في ناس بتبقى حاطه في بالها انه التدعيم لازم يكون في حاله لما يكون الفرد واقع في مشكله مرضيه او كده، هو ده اللي المفروض نساعده. لكن التعليم ده خلاص، طالما انا خدت شهاده اولانيه يبقى دي اللي بعد كده رفاهيه ملهاش لزوم. اوكي. فلا يعني الواحد يفكر في اكتر من طريقه، ما يقفش عند الحاجه اللي اتقفلت. خلاص حاجه اتقفلت، ادور على اللي بعدها بسرعه. اوكي. طيب هند، انت بتدربي مين؟ بتدربي مكفوفين فقط ولا مكفوفين وعاديين وكل يعني هو كل الاول، الناس؟ اول لما ابتديت بالتدريب ابتديت مع الاطفال. اطفال. حلوة دي. كان في منهم صغيرين، اطفال عاديين واطفال معاقين ذهنيا، اوكي. فكانت متعة فعلا بجد. ان انا كنت بلجأ لاني احكي حدوتة واخليهم يستنتجوا من خلالها. انا مثلا عايزة اتكلم عن الثقة بالنفس او التعاون او الشجاعة. كان بيبقى في عرض بالصور، واحيانا برضو بعمل حاجات اتعلمناها في التنمية البشرية من دكتور ابراهيم الفقي، زي حاجات تقوي المناعة. فكانت يعني متعة فعلا التعامل مع الأطفال، لأنهم مش بيحللوا، يعني هما بيستجيبوا ويحسسوكي بالمتعة. ايوه صح. بس انا انت عارفه ان انا اول مره اسمع عن التنميه البشريه للاطفال، دي عجباني جدا، لانها فعلا لازم نبدا بالاطفال قبل ما نبدا بالكبار. لأنهم صفحة بيضة، صح، صفحة بيضة. هو ده اللي نقدر نبدا نزرع فيه، بحيث ان هم لما يكبروا الزرعه تكون كبرت معاهم ويقدروا يبقوا عندهم الحاجات دي موجوده جواهم، اسهل من تجيبي حد كبير وتبداي تزرعي فيه من اول وجديد. صح. بس حتى الكبير على فكرة محتاج طريق يعني ينور له حياته. ما يعني طبيعي. أنا طبعا. بالنسبة لي التنمية البشرية فرقت معايا كتير، لأني أنا حتى لما دخلت قسم إنجليزي كان مشكلتي كلها معاهم إنهم مش عايزين مكفوفين في القسم، فبقيت حاسة إني أنا يعني هدفي متعطل، يعني محكوم عليا ان انا ما اكملش، رغم ان السنتين اللي قعدت فيهم في مواد جبت فيها امتياز ومواد جبت فيها جيد جدا، لكن يعني للاسف كانوا حاطين فكره الاعاقه، يعني هم بالنسبه لهم شايفينها اعاقه، لكن الحمد لله انا بالنسبه لي انطلقت من خلالها. لا الحمد لله. الحمد تقولي لله. انا عرفت ان انت بتحبي القرايه وعايزه تقري لنا حاجه النهارده، صح؟ هو انا عايزه اقرا حاجه ومن خلالها، يعني هو طبعا انا بحب التاليف وتاليف الخواطر وكده، بس ما حبيتش النهارده ان انا اقرا حاجه من تاليفي. ليه؟ كان نفسي والله، كانت احلى كمان لو قريت حاجه من تاليفك ومن الخواطر وكده، كانت تبقى اظرف. عايزه اقول لحضرتك ان الانسان اللي واثق من نفسه بيحب النجاح للاخرين. انه انت ممكن تحبي نجاح الاخرين طالما عارفه كويس ان انت يعني ده مش يعني عارفه، الشخص المهزوز بيكره انه يشوف غيره ناجح. صح. لكن انا حاسه اني لما اصحابي بينجحوا وبيتبسطوا ببقى فرحانه قوي، وممكن اكون انا يعني اساعد فيه، يعني اعمل زي ما اكون مثلا يعني بنشره للعالم. انا بحب كده قوي، عشان كده اخترت حاجة لشخصية من أصدقائي بحبها قوي، هي المؤلفة دكتورة ياسمين الناظر. يعني أنا ببعت لها رسالة حب وأقول لها بجد وحشتيني ونفسي أطمن عليكي. وأكتر حاجة عجباني في القصص، مجموعة القصص بتاعتها The Queen of Butterflies، اسمها The City of Colors. The City of Colors يعني مدينة الألوان. أوكي. طيب نبدأ؟ نبدأ. حاضر. وأنا مش هطول عليك، وأنا هقول لك يعني حاجات عجبتني، وبجد يعني أنا عارفة إن الناس كمان هتتبسط بيها، لأن أسلوب دكتورة ياسمين ممتاز قوي، وأنا أصلا بحب اللغة الإنجليزية، فالحمد لله إن أنا بلاقي كمان مع أصحابي الحاجات اللي بتخليني أبقى مبسوطة أكتر. الحمد لله.
هي أول حاجة بتقول إيه؟ هالو برنسس، a tiny voice is whispering. Princess, she wondered. Unsure, she is awakened yet. She opened her eyes to find herself in a different place. Yes, you are our princess of the day. Princess of what? And who are you? I am the color red, the color of passion. الله، لون الحماس. لون الأحمر. لون الأحمر، لون الحماس. The color of passion and blood. Yes, I know you, but how? You want to know how I am able to talk? Yes, indeed you are just a color. Yes, but I am a color in the city of colors. So I am an individual over the city of colors. Yes, and now you are our princess. How come? I fear colors. I hardly use them. We know that that is why they sent me. They know that you usually choose me when you start coloring. Yes, red. That is true. You are the closest to my heart with all your degrees. واو. الجو برد عشان كده. الجو برد. انا عارفه ايدك نملت صح؟ عارفه انا الاحساس ده، صدقيني كل يوم متلج. عشان بستخدم صوابعي في القرايه. ايوه فتلجت انا. لا بس قولي لي انت ايه اللي خلاكي تختاري اللغه الانجليزيه بالذات ان انت تتعلميها وان انت تركزي فيها؟ انا بحب قوي الانجليش، مش عارفه يعني زمان ما كانش عندي سبب، بس دلوقتي بقى انا عندي حماس شديد جدا انه ادرب في التنميه البشريه بالانجليش. ويعني يعني من الناس اللي نوروا حياتي دكتور ابراهيم الفقي. عارفه حضرتك انه وقت ما تلاقي مثلا جهات بترفض المكفوفين ومش عايزه، ما بتتقبلناش وكده، لكن لما اول ما تعرفت بدكتور ابراهيم الفقي، يعني عايزه اقول لحضرتك انه عقليه متفتحه قوي، تقبل حاجه زي كده. ودايما كان كل حوار يعني بتكلم معاه بيديني الثقه انه الانسان عند ربنا مش هو بقى بجسمه وشكله، لا، هو الشخص بعمله. اثبت قد ايه انت مبدع هتلاقي الناس تتقبلك. وفعلا الفكره دي يعني ادتني دفعه ان انا استعيد ثقتي بنفسي بعد ما خسرت هدفي لاسباب ما يعني ماليش ذنب فيها، هي بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر. طب قولي لي، طيب هل واجهتك اي مشاكل او مشاكل معايا كمدربه تنميه بشريه؟ هي ما كانتش مشاكل، بس انا لما دربت الاشخاص العاديين كان دايما الناس بتستغرب هي هتعمل ايه دي. وبعد كده الحمد لله يعني كانوا بيلاقوا يعني اختلاف، يعني الناس فعلا ما بتبقاش عارفانا كويس. يعني للاسف الصوره اللي بتظهر في السينما انه يعني الكفيف ده يعني يا اما يكون حد شحات، يا اما حد بيعمل حاجه خارقه. يعني اتصلحت الصورة شوية إلى حد ما في أفلام يعني زي أمير الظلام أو وجهة نظر بتاعت الأستاذ محمد صبحي. فيعني يمكن مسرحية وجهة نظر دي أثبتت واقعنا بجد، إنه بصرف النظر دول كانوا بيشتغلوا إيه، لكن الواقع فعلا كان قاسي. فهو ده اللي إحنا بنصادفه، إنه مهما كانت المشكلة قوية جدا لازم الواحد حتى يحاول يثبت نفسه ويسيب المسألة على ربنا. صح هند، يعني للأسف كان لسه تفضلي قاعدة معايا أكتر من كده، إحنا الوقت انتهى. بس أنا مبسوطة جدا إن أنت نورتيني النهاردة ربنا بجد، يخليكي. جدا جدا جدا.
ولو عايزة أي في الإنجليش قوليلي وأنا أجي أقعد معاكي ونقعد نرغي ونتكلم بالإنجليش زي ما أنت عايزة والله في انا أي لا وقت. تتخيلي مدى اعجابي بيكي بجد، ان انا مبسوطه جدا بجد عشان شفتك النهارده. وأنا كمان مبسوطة جدا، أنت نورتيني، ربنا وجود لك يخليك. بقى في التدريب التنمية البشرية، وجود لك مع الأطفال لو أنت لسه بتدي أطفال ولا خلاص بقى لا مش بطلتي. بطلت، بس نفسي الاقي نفس الحكايه تاني، ان انا نفسي تتاح ليا. انا بحب الاطفال جدا وكنت فعلا بستمتع معاهم قوي. انا بتهيالي انها تبقى دايما تجربه مختلفه، كمان الشغل مع الاطفال بيبقى زي ما انتي قلتي بيبقى ألذ كده، وهم مفتوحين اكتر للافكار والحاجات عن الكبار يمكن شويه. وخاصة كمان الإعاقات الذهنية، يعني تحسي بقدر البراءة اللي موجودة جواهم كأنهم يعني ملايكة. هم فعلا بيبقوا فعلا زي الملائكه. فيعني يا رب تتكرر معايا لا ان التجربة. شاء الله، جود لك، ونورتيني، نورتيني النهارده ربنا هنا. يخليك.